السلام عليكم، انا محمد محمود علي وهتكلم عن الاي او تي يوز كيس. طبعا الاي او تي داخله في معظم المجالات، بس انا اخترت اكتر 5 مجالات منتشره فيه. اول مجال معانا اللي هو الهيلث كير. طبعا الديفايسز اللي موجوده في الهيلث كير معظمها بتستخدم الاي او تي تكنولوجيز. من الاجهزه دي الريموت بيشنت مونيتورنج، ده جهاز بيستخدم بيشوف دقات القلب والضغط ودرجه الحراره، وبيدي تنبيه للطبيب لو في مشكله. جلوكيز مونيتورنج، ده بيقيس مستويات السكر في الدم وبيدي جرعات الانسولين على حسب ما الطبيب بيحدد. الانجستابل سنسور، ده كبسولات زي كبسولات الدواء بتشوف الهيلث بتاعت الاستومك. الجهاز اللي بعد كده معانا اسمه هاند هايجين مونترنج، ده جهاز بيشوف بينبه الدكاتره ان هم المفروض يعقموا ايديهم وبيساعدهم ان هم يعقموا ايديهم. الروبوتك سيرجري ديفايسز، في حاجات في العمليات الجراحيه في حاجات الهيومن هاند ما تقدرش تقوم بيها، فده دور الروبوتك سيرجري فيه. بعد كده في مجال التصنيع، اول حاجه معانا فيها اللي هو الريموت مونترنج، ده بقدر اتحكم في الماشين كامله بالاب، وده طبعا بيوفر وقت ومجهود وفلوس. لوجيستيك مانجمنت، طبعا الفلو بتاع البرودكت بيعدي على كام ماشين، فالاي تي هي اللي بتتحكم في الفلو ده، وده بيحسن الافشنسي بتاعت العمليه عمليه التصنيع. ثم بعد كده ديجيتال توينينج، وده ببساطه فيرتشوال كوبي، ده بيساعد المصنعين ان هم لو في مشكله في الماشين بتاعتهم يعني يجربوا الحل بتاعها على فيرتشوال كوبي عشان ما يبوظوش او يعملوا مشكله في الماشين نفسها. مانيوفاكتشرنج كي بي اي، ده معادلات بتستخدم الداتا بتاعت الاي او تي بتحسن الشغل بتاع المصنع. بعد كده في مجال النقل، الاي او تي سنسور والديفايسز بتجمع داتا عن الدرايفر والدرايفرز والمركبات والبضائع، وده بيساعد عمليه النقل. في اللي هو السبلاي تشين مانجمنت، ده طبعا في ملايين الاطنان من البضائع، الاف السواقين، الاف المركبات، فهو بيساعد الاي او تي بيساعد عن انها تحدد الفلو بتاع كل واحد من غير اي مشاكل. الرود مانجمنت، ده بيبقى موجود في السمارت سيتيز، وده بيساعد في الامبروف الترافيك فلو، طبعا ده بيقلل الاميشنز ويقلل الحوادث. بعد كده في مجال الزراعه، بيقيس الكلايمتي تشينجز، بيتحكم في الجرين هاوس اوتوميشن، بيتحكم في اللايتنج تمبريتشر سويل، طبعا بيبص على الحيوان والمحصول وينبه الفلاح لو في مشكله، طبعا ده بقى اجهزه اي تي. بعد كده في مجال الطاقه مقسومه لجزئين، مقسوم اللي هو السمارت هاوسز وفي الصناعه. السمارت هاوسز بيتحكم في اللايتنج على حسب والالكتريكال ديفايسز على حسب الهيومن موجود، فده بيقلل الطاقه، بيقفلها او يقيدها على حسب الانسان موجود ولا لا. في الكوميرسيال، ده بيشوف المنتجات محتاجه الماشين نفسها محتاجه طاقه قد ايه عشان تطلع المنتج كويس، وبيقلل او بيزود على حسب المنتج نفسه. شكرا، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، انا طالب احمد كمال حسن نافع، وهتكلم عن ايه هو تعريف النتورك توبولوجي وايه هو انواع النتورك توبولوجي. اول حاجه، النتورك توبولوجي هو عباره عن رسم تخطيطي للشبكه. ايه هو انواع النتورك توبولوجي؟ فهو عندنا الباص والرينج والستار والميش. بالنسبه للباص، هو عباره عن شانل واحده، الشانل الواحده دي بيتصل بيها جميع النوت. في حاله لو احد النوتس عايزه تبعت داتا او الفريم بتاعها لنوت اخرى، تبدا اللي هي ترسل الداتا بتاعتها وللشانل للنود، وكل طبعا النوتس المتصله على الشبكه بتبدا اللي هي تستقبلها، ولكن بترفضها بعد بس اللي هو الديزايرد وان. يعني الشانل برضه بيكون فيه اخرها ترمينيتور، بحيث اللي هو يمنع الانعكاس بتاع الالكتروستاتيك سيجنالز. والمميزات بتاعتها اللي هو اول حاجه اللي هي رخيصه نسبيا، تاني حاجه اللي هو سهل تصنيعها، تالت حاجه اللي هو النودز نفسها لو حصل فيها عطل مش بتاثر على الشبكه. العيوب بتاعتها بقى اللي هو لو حصل عطل في الكابل الرئيسي، فبتبدا الشبكه كلها تقع. والليمت ديفايس، كل ما احنا زودنا الديفايسز المتوصل على الشبكه، فتبدا اللي هو الترانزيشن ريت بيكون اقل. والسكيور، بعد كده الرينج توبولوجي بيكون عباره عن رسم تخطيطي للشبكه ولكن على هيئه حلقه، بحيث كل النود الواحده متصله من الجانبين. يعني المميزات بتاعت لو احد النود عايز اللي هي تبعت للنود اخرى، فبتبدا اللي هي ترسل التاليه ثم التاليه لغايه لما توصل للديستنيشن. ادفانتج بتاعتها اللي هو ما فيش ترمينيتور، لان ما فيش اصلا ريفليكشن للالكتروستاتيك سيجنال، وطبعا سهل تصنيعها ورخيصه. البيس ادفانتج بتاعتها اللي هو سلو ترانزميشن واللو فول تيرنس، بحيث لو حصل قطع في احد الاسلاك فالشبكه كلها وقعت، ولو حصل عطل برضو في النود في احد النودز فالشبكه كلها بتاعها. والديفيكال تو ريكونفيجريشن، مش هنضيف نود جديده للشبكه بدون ما يحصل عطل. صرت
التوبولوجي، فهنا دلوقتي بتعتمد على سنترال ديفايس هو اللي بيبدا اللي هو يوزع الباكيتس زي مثلا السويتش او الهب. المدة بتاعته اللي هو رخيص، وبعد كده سكيلابيلتي ممكن يضيف عدد لا باس به من الاجهزه على الشبكه. السنجل بوينت اللي هو ديسادفانتج بقى اللي هو سنجل بوينت اوف فيلر، بحيث لو حصل مشكله في الهب او السويتش فتبدا الشبكه كلها تقع. ليميتد ديفايسز بحيث اللي هو محدود بمحدوديه البورتس بتاعه الهب او السويتش. الميش توبولوجي فهو كل هنا كل النودز متصلين بالنودز الاخرى، وطبعا دي منها نوعين اللي هو الفول ميشد وطبعا البارشال ميشد. المميزات بتاعتها اللي هو نو فول تولرنس ولو ترافيك ومور سكيورتي. الديس ادفانتج بتاعتها اللي هو اكسبنسيف وصعب تصنيعها وكمان صعب الصيانه بتاعها. السلام عليكم، اسمي نوهان احمد محمد شمس، هتكلم عن الوايرلس تكنولوجيز في الاي او تي. دي لها دور مهم قوي في الاي او تي والنتورك، لانها بتسمح للاجهزه بالتواصل وتبادل الداتا من غير محتاج اي اسلاك. اول نوع هتكلم عنه هو الواي فاي، بستخدمه على نطاق واسع بيسمح للاجهزه انها تتواصل بالانترنت او باللان. بيشتغل في تردد 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، وده بيوفر لي نقل الداتا بسرعه عاليه قوي على مسافات قصيره او متوسطه، وبيوفر لي أداء عالي في نقل الداتا، وبستخدم في الأبليكيشن اللي هي بتتطلب تردد عالي زي بث الفيديوهات وأجهزة المنزل الذكي والرعاية الصحية والـ AI وغيرها. بالنسبة للبلوتوث بستخدمه على عشان أربط الأجهزة على مسافات قريبة، بستخدمه عشان أوصل الأجهزة اللي هي البريفيرال زي الهيدفون والسبيكرز، وأتصمم عشان أقلل من استخدام الطاقة وده هيطول من عمر البطارية. اقتران أجهزة البلوتوث بيكون سهل وسريع ومفيهوش أي مشاكل. ممكن نلاقي البلوتوث ده في أجهزة كتير قوي زي السمارت فون والويرابل ديفايسز والسمارت هوم ديفايسز. بالنسبه للزغبي بستخدمه في الابلكيشن اللي هي تكون منخفضه الطاقه وبريت قليل، بستخدمه في الاوتوميشن هوم وانظمه اداره الطاقه والرعايه الصحيه. واجهزه الزغبي دي بتشكل شبكه متداخله، وده بيضمن لي اتصال قوي. معروف عنها انها بتستهلك طاقه قليله، ده بيخليها مناسبه جدا لاجهزه الاي او تي اللي بتشتغل بالبطاريه. بالنسبة للليبوان اتصممت عشان اتصل بالاجهزة على مسافات بعيدة بطاقة قليلة، بتقسم لجزئين ام بي اي او تي، وده بيوفر لي اتصال بيعتمد على السيلولار وبيضمن لي اتصال امن وموثوق. بالنسبة لللورا بتسمح لي ان انا اتصل بالاجهزة على مسافات بعيدة بطاقات قليلة، ده بيخليها مناسبة جدا لاجهزة الاي او تي في المناطق البعيدة. بالنسبة للسيلولار بتوفر لي نقل للداتا والصوت لأجهزة الموبايل، وعندها تغطية عالية جدا، وده بيسمح لي الاتصال في المناطق البعيدة أو في الريف، وبستخدمها في أنظمة تتبع المركبات والزراعة الذكية. بالنسبة مثلا لل5G دي بتوفر لي سرعات عالية وبتنتقل في وقت قليل، وعندها القدرة على توصيل عدد كبير قوي من الأجهزة. بالنسبة لل4G دي سريعة في نقل الداتا، بتسمح لعرض الفيديوهات بسهولة، والموبايل جيمنج اللي هي بتكون أونلاين. بالنسبة للريفت بتستخدم موجات الراديو عشان أحدد الأشياء وأقدر أتابعها، وبتطبق في الصناعات المختلفة زي الخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة. علامات الريفت دي ممكن أكتشفها وأقدر أقرأها من غير تدخل بشري، ده بيدينا كفاءة عالية جدا في إدارة المخزون. بالنسبه للزد ويف بتستخدم بشكل اساسي الاوتوميشن هوم والابلكيشن بتاعه الاي او تي، دي بتسمح لي التواصل مع بعضها واقدر اتحكم فيها عن بعد، وبتحكم في شبكات الزد ويف دي واقدر اراقبها من الموبايل، وده بيخلي اليوزر يقدر يوصل عن بعد واتحكم فيها من اي مكان ممكن يكون متوصل بالانترنت. انا اسمي محمد صبحي، هتكلم عن كواليتي اوف سيرفيس. كواليتي اوف سيرفيس عباره عن مجموعه الجوريزمات وميكانيزمز بتركز على تحسين البرفورمانس بتاع كريتيكال ابلكيشنز. ده بيبقى يتم عن طريق ان احنا نقلل الباكيت لوس او الديليز او الليتنسي، عن طريق ان هي تدي بريوريتي للريال تايم داتا اوفر الباسيف داتا. ريال تايم داتا زي الفيديو والاوديو والاونلاين جيمنج، والباسيف داتا زي الفايل ترانسفير او الايميل سيرفيسز. عندنا 4 بارامترز بيتحكموا في الكلام ده: الريلايبيليتي والديلي والجيتر والباندويت. الريلابيلتي دي كاركترستيك مهمة جدا، بحيث لو حصل باكيت لوس او اكنولوجمنت لوس مثلا يحصل ريترانزميشن، ودي مهمة اكتر بالنسبة للفايل ترانسفير عشان ما نفقدش اي معلومات مهمة او كده، مش مهمة اوي الاونلاين جيمنج او الفيديو او الاوديو. عندنا تاني حاجة الديلي. الديلي دي عبارة عن الانترفال اللي بتاخدها الداتا عشان توصل من السورس للديستنيشن، ودي مهمة قوي في الفيديو جيمنج او في الاونلاين جيمنج او الاوديو او الفيديو عشان ما تعملش انوينز اليوزر. تاني حاجة الجيتر. الجيتر دي عبارة عن الكونسيستنسي او الفاريانت في الديليز بتاعت الداتا من السورس للديستنيشن، بحيث مثلا عندنا 3 باكيتس كل باكيت ليها 30 يونت اوف تايم،
فهنيها بتوصل على 31 32 33. أما لو حصل جيتر مثلا فهنلاقي حصل inconsistency، فهتوصل في أوقات غير أوقات الديليز اللي احنا عارفينها اللي هي الاستيميتد، ودي حاجة احنا مش حابينها ان هي تبقى موجودة. الباند ويتس برضه مهم ان هي تتحدد، زي مثلا حاجة زي اللايف كونفرنسنج مثلا او اللايف ميتينجز، دي بتبقى فيها بت بير سكند عالية فبنحتاج باند ويتس كبيرة، عكس مثلا فايل ترانسفير ما بتحتاجش بت بير سكند كبيرة، فممكن نديها لور باند ويتس عادي. عندنا تكنيكس بتحسن الكيو اس زي السكيدجولينج، زي ترافيك شيبنج، ادمشن كنترول، ريسورس ريزرفيشن. هنتكلم عن السكيدجولينج، ودي 3 انواع: الفيفو كيو العادي، البريورتي كيوينج، والميتد فير كيوينج. الفيفو كيوينج دي عباره عن كيو عاديه، بحيث اول باكيت بتدخل الكيو بيحصل لها بروسيسنج الاول، ولو كيو اتملت وجي كيو بعد كده بيحصل لهم دروب او ديسكاردنج. بعد كده عندنا البريورتي كيو، دي بتعتمد على ان هي بتعمل بروسيس الهاي بريورتي باكيتس الاول. هاي بريورتي باكيتس زي الريال تايم باكيتس، لو بريورتي باكيتس زي الفايل ترانسفير مثلا، دي بتعمل لها بروسيس بعد كده. في مشكلة ممكن تحصل لو مثلا لو الهاي بريورتي كيو اتملت على الاخر، فكده مش هيحصل بروسيس اللو بريورتي كيو خالص، اللي بيريورتي باكيتس خالص، ودي مشكلة اسمها الستارفيشن، بتحلها لآخر نوع اللي هو الويتد فور الويتد فير كيوينج. دي بقى هنا البيريورتي تبقى الكيوز نفسها، ودي بتشتغل براوند روبن، بحيث أكبر كيو ليها أكبر ويت هي اللي بتبروسيس الأول. فهنا مثلا تاني كيو هي ليها أكبر ويت فهتبروسيس الأول، وبعد كده تاني كيو اللي فيها ويت 2 هتبروسيس بعد كده، وبعد كده اللي فيها 1 هتبروسيس بعد كده. شكرا. السلام عليكم، انا احمد السعد علي. المفروض ان احنا هنتكلم النهارده عن كلاود انتجريشن الاي او تي نتورك. اول حاجه هنتكلم عن كونتنت، انا اول حاجه عن اوفر فيو اوف كلاود انتجريشن الاي او تي، وكلاود بيز داتا مانجمنت بعد كده، والسكيورتي بعد كده، وريل تايم كنترول بعد كده، واخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي الاتش تي كلاود انتجريشن الاي او تي. اول حاجه هنتكلم على اللي هي اوفر فيو اوف كلاود انتجريشن الاي او تي. المفروض اللي هو الكلاود انتجريشن له دور كبير في اللي هو في نجاح وقابليه التوسع للاي او تي مانجمنت او ديبلويمنت، وبيتيح للشركات اللي هي كفاءه الاتصال وتخزين البيانات. تاني حاجة هنتكلم عنها اللي هي الكلاود بيز داتا في اي او تي. المفروض هنا اي جهاز دلوقتي عند اي او تي اللي هو بيتيح لكمية كبيرة او كمية هائلة من الداتا، فانا محتاج اعمل لها تنظيم وتحليل دلوقتي. هو المفروض الكلاود بيز داتا مانجمنت بيوفر لي اللي هو ادفانسد اناليسيز، او عن طريق المشين ليرنينج والاي اي بيتيح لي ان انا انظم اكتر، وبيوفر لي وقت كتير في تنظيم الداتا. تالت حاجة هنتكلم عنها اللي هي السكيورتي ان كلاود انتجريشن اي او تي. دلوقتي انا عندي الداتا، فالمفروض اللي هي المفروض احميها عندي، فالمفروض ان انا استخدم اللي هي الاس اس ال اللي هي السكيورتي سيركت لاير. المفروض هنا دلوقتي ان انا عندي اي داتا، مثلا لو انا دخلت على اي موقع دلوقتي، المفروض انا معايا داتا، المفروض اللي هو المفروض اتحقق من الهوية بتاعتي اللي انا ليا امكانية الوصول للداتا دي او لا. فالمفروض اللي هي بقى السكيورتي المفروض اللي هي توفر لي الحكاية دي عن طريق الاس اس ال و تي ال اس. فالمفروض بقى لو عن طريق اللي هو يعني المفروض اللي هو لو انا مش مستخدم، المفروض اللي هو هيعمل انكريبشن للداتا وهيخفيها عني. ف تمام كده يعني. المفروض ان احنا نتكلم اخر حاجة بعد كده، الحاجة اللي بعد كده الريل تايم والمونيتور اي او تي. الريل تايم والكنترول المفروض اللي هي يعني المفروض توفر لأي شركة الاستخدام من بعد عن الأجهزة التانية، اللي هو نظام الأي أو تي. يعني دلوقتي موجود في مكان وعاوز استخدم حاجة في المكان التاني، فالمفروض الكنترول والريل تايم هي المفروض توفر لي الحكاية دي، اللي أنا الحاجة بعيد عني وأنا المفروض عاوز استخدمها، هتوفر لي الداتا اللازمة لها، وهكون كفاءتها عالية، وهتوفر لي تايم، وهتوفر لي إمكانيات بشرية، وكل حاجة من الحاجات دي. المفروض اخر حاجه نتكلم عليها اللي هي الايجنت كلاود انتجريشن اي او تي. المفروض اللي هو الايجنت انتجريشن اللي هو مفهوم اساسي اصلا الاي او تي، وده ضمن الجمع بين الايدج كومبيوتنج والكلاود كومبيوتنج، كرييت لخلق الكفاءه يعني في العمليه بتاعت نقل الداتا وتنظيم الداتا. هو المفروض هو اصلا بيعمل نظام معالجه البيانات عن طريق الربط بين الاثنين. شكرا. أنا أسامة شحتة فتحي، أتكلم عن الهيلث كير.
اس المحتوى للتعريف الاي او تي ان هيلث كير، وكذلك الابلكيشن والتحديات والفرص، وكذلك التوجهات المستقبليه. ايه هو تعريف الاي او تي ان هيلث كير؟ هو عبارة عن دمج أو عبارة عن شبكة معقدة من الأجهزة بقدر أخليها تتواصل مع بعض بين كل هذه الأجهزة، وعشان أقدر أجمع بيانات المرضى وأقدر أتابع حالتهم في الريل تايم، وبالتالي مش هيكون في أي تأخير، وده هيتيح لي مراقبة حقيقية لحالة المريض وأقدر أتعامل مع كل حالات المرضى. تاني حاجة الابليكيشن، عندي الريموت بيشنت مونترنج، ده ان انا اقدر استخدم انترنت الاشياء عشان اتبع صحة المرضى عن بعد، يعني يا اما عن طريق الاجهزة اللي بيرتديها المريض او انظمة مراقبة موجودة في المنزل، وده هيخليني اكتشف اي مشكلة مبكرا واقدر اتدخل معاه. تاني حاجة الويربل هيلث ديفايسز، هي زي الأجهزة الساعات الذكية أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية زي الأجهزة اللي بيرتديها الرياضيين، ودي أقدر تتبع جوانب الصحية المختلفة زي معدل ضربات القلب أو نسبة الأكسجين في الدم، وبتوفر تحديثات في الريال تايم، وبالتالي أقدر أتعامل معها بسرعة. تالت حاجة السمارت هوسبيتالز، ان انترنت الاشياء بيساعد ان انا اعمل سمارت هوسبيتال من خلال ان انا اربط الاجهزه كلها لتحسين الكفاءه التشغيليه ونتائج المرضى، وان اقدر اعمل تحسين للعمليات، وان اقدر اراقب بدرجه الحراره والاتمته في المستشفى كلها. التحديات والفرص، اول حاجه التشالنجز، يبقى على الرغم التطور اللي احنا فيه ده الا في تحديات بنواجهها متمثله في تحديات فنيه زي مشكلات قابليه التشغيل او قيود اتصال او التكامل بين الاجهزه دي كلها او اداره وتخزين البيانات، وده لان ده كله بيتطلب معالجه. وعلى الرغم من التحديات دي الا ان الفرص هائله في ان تطوير الاشياء في مجال الرعايه الصحيه يقدر يحقق تكامل بين أجهزة الاستشعار وأجهزة تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ده كله هيساعدني إن أنا أعمل تعاون بين الشركات والكيانات الصحية، وده هيخليني أحقق طفرة في هذا المجال. التوجهات المستقبلية، الابتكارات مثل الحوسبة المتطورة وشبكات الجيل الخامس الـ 5G، ده كله هيتيح لي إن أنا أراقب حالة المريض في الريال تايم، وبالتالي مش هيكون في أي تأخير أو أي مشكلة، وإن تقنية أو الحوسبة التطور دي تخليني إن أنا أعالج البيانات بسرعة. وإن أنا تاني حاجة بقى إن أنا أقدر أستخدم الـ AI والـ Machine Learning في الـ Healthcare الـ IoT، ده هيخليها الدمج ده هيتيح لي تحول كبير في هذا المجال، ويدي إمكانية بالتعاون بين الشركات والمجالات والكيانات. السلام عليكم، انا عمر عبد الحميد غيث، وهتكلم حاليا عن الجزء الخاص بيا في ريبورت نتورك، وهو الـ IoT Edge Computing. اول حاجه معانا هي الفاندمنتالز. اجهزه الـ Edge Computing دي هي فعليا موجوده على الـ Edge of Network زي السنسورز والاكتويترز والجيتويز او الـ Edge Servers. الاجهزه دي بتنشئ او بتستقبل بيانات من الـ IoT، وبتلعب في دور اساسي في نقل البيانات دي للـ Edge Computing Infrastructure اللي هي بتتكون من هاردوير وسوفتوير كومبوننتس بتنفذ وبتحلل العمليات دي محليا. الـ IoT Edge Computing ليها كذا benefits، منها انها بتنفذ وبتحلل العمليات في الريال تايم، وكمان بتريديوس الـ latency، وبتحسن من security and privacy، وكمان الـ scalability and distributed computing، وكمان بتزود من كفاءة السيستم. تالت حاجة معانا هي الـ applications. اول ابلكيشن معانا هو الاندستريال اوتوميشن. بما اننا قلنا ان اجهزه الايدج كومبيوتنج بتنفذ العمليات محليا، فده بالتالي هيزود من سرعه الاستجابه، وكمان هيخليها اقل اعتمادا على الاتصال السحابي، فبالتالي ده هيعزز من الكفاءه والوثوق في العمليه دي. تاني ابلكيشن معانا هي السمارت سيتيز، وهنا عمليه الايدج كومبيوتنج بتلعب دور اساسي في الابلكيشن ده، لان اجهزه الايدج كومبيوتنج بتتوزع على اطراف السمارت سيتيز اللي بتدخل في اناره الشوارع وتنظيم المرور وكمان الارصاد الجويه، فبالتالي ده هيزود من السلامه العامه للسمارت سيتيز. عندنا ابلكيشنز تانية زي الهيلث كير وكمان الانرجي مانجمنت. اخر حاجه معانا هي الفيوتشر ترندز اند اوتلوك، زي مثلا الايدج اي اي اند ماشين ليرنينج. بما ان الدمج ما بين الجوريزمز الاي اي والماشين ليرنينج بقت اكثر تزايدا، وده هيعزز طبعا من ال ده هيعزز ده هيطور طبعا من الاجهزه الجديده، وكمان هيأثر على الاي او تي ايدج كومبيوتنج ويخليه اكثر ذكاء واستقلالا. عندنا كمان الفيوتشر زي ال 5G كونكتيفيتي، لان تقنيه ال 5G بتتيح زمن وصول منخفض جدا، فبالتالي ده هيعزز من قدرات الاي او تي ايدج كومبيوتنج
ويخليها تتيح حالات استخدام جديدة بتتطلب معالجة بيانات سريعة وكمان زمن وصول منخفض أو قطر استجابة. عندنا كمان فيتشرز زي الـ Edge to Cloud Continuum والـ Federated Learning والـ Edge as Service والـ Security and Privacy Enhancements. وشكرا. السلام عليكم، انا شيرين طارق وهتكلم عن الجزء الخاص بي في الريبورت، هو الاي او تي سيكيورتي. هتكلم عن ايه هو الاي او تي سيكيورتي، ايه هي الثريتس للاي او تي، والميثودولوجيز للاي او تي سيكيورتي، والكيسز على التشالنجز. الاي او تي سيكيورتي ان انا نعمل سيف جاردز لي كونكتد ديفايس والنتوركس والداتا اسوسييتد وذ الاي او تي، ان انا برضه نعمل سيف لي السنسيتيف داتا من الان اوثرايزد اكسس اوف ذا فاست مانيبيليشن اند ديسربشنز للكريتيكال انفراستراكشر. من IoT security threats زي ان security risks ده بيسبب harm في الـ Internet of Things بسبب الـ outdated framework او shared network access. ان انا بجيب data protection زي الـ risky communication او الـ data storage ده بسبب برضو contribution factors للـ issues، او ان انا نعمل يصل private يصل access على الـ private information. الـ data privacy and security في variety من الـ IoT large business في كاد بيحصل كادر للداتا ويسولد لاذر كومبانيز، وده اجينست الرايت للداتا سكيورتي اند برايفسي. الان اشورد كوميونيكيشن ان يحصل كوميونيكيت لنتوركس او اذر ديفايسز في الانكريبتد فورمات. الويك اند ديفولت باسورد، الباسورد لو كانت ويك او ديفولت الهاكرز هيقدر يعمل جيس للباسورد وي اكسس للديفايسز. ديفايس برضه ابديت مانجمنت ان يحصل difficulties في الداونلود للابديتد او الانستالينج باتشز. في اتاكس ممكن تحصل على الايوتي ديفايسز زي الرانسوم وير بروجرامز تارجت الديفايسز. برضه في الاوبن سورس كود ممكن يحصل ران للمونوكلس كود على الديفايسز، فده بيسبب برضه اتاكس على الاي او تي سكيورتي. طيب ايه الميثودولوجيز اللي ممكن نحل نستخدمها لحل المشكله ديت؟ زي الريسك اسيسمنت او الداتا انكربشن، برضه الكواليتي اشورنس والسترونج الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. في برضو النتورك سيجمنتيشن زي ان انا اقسم النتورك لجزء للسنسيتيف داتا او جزء تاني يكون لي شيرد اكسس. في برضو نستخدم سترونج وسيفر باسورد فريكوينت ان انا ابديت للديفايس. الريال كيسز زي الابل فيس تايم، كان في باج في ابل يعني الباج دي كانت سبب انها تعمل لسن للكونفرسيشن without any consent. برضو في هاك بالكريدت ديفايس. في برضو هنا الميراي بوت نت والواي فاي راوتر ممكن يحصل لها تكون ان بروتكتد فتران مولوكلس كود. اسمي محمود هشام محمد وهتكلم عن التوبيك بتاع الاي تي بروتوكولز. فاول حاجه يعني اي تي بروتوكولز هي مجموعه من الرولز السيستم الداتا بتتبعها عشان تتبعت للانترنت. فالاي تي بروتوكولز بتضمن لي ان الانفورميشن بتتفهم لما تتبعت من ديفايس للاخر حتى لو من صناعه مختلفه، فبتوفر لي حته زي الكومن لانجوج بمعنى اصح. الاي تي اركتكتشر بتاعي عندي اكتر من كذا اركتكتشر، بس انا هقول البريسبشنز لاير، الثري لاير اركتكتشر، فمنهم البريسبشن لاير، النتورك لاير، والابلكيشنز لاير، هقول معاهم الميدل وير. البريسبشن معروف كسنسنج لاير، هو بيجيب لي الداتا بتاعتي من الريل وورلد. النتورك بيسهل لي عمليه الكوميونيكيشنز او بيمانج عمليه الكوميونيكيشنز. الميدل وير بيلعب دور سكيور. الابلكيشنز بحط فيه اليوزر نيد بتاعتي اللي هو اليوزر الحاجات الاحتياجات النيدز والفانكشنز اللي هو محتاجها في الابلكيشنز. التايبز اوف اي تي بروتوكولز عندي بروتوكولز كتيره، منهم شبه الاي تي سيستم العاديه البروتوكولز العاديه، ومنهم حاجات يونيك للاي تي. منهم هذكر دلوقتي منهم شويه حاجات. اول حاجه الاي تريبل اي 802.15.4، ده بيسبورت الشورت رينج واللو باور كوميونيكيشن سيستمز. عندي الان اف سي ده برضو شورت رينج، بينبل حته الكونتاكتلس داتا اكسشينج بتوين ديفايسز. عندي زيج بي ده برضو ديزايند فور لو باور ولو داتا ريت وشورت رينج كوميونيكيشنز، شورت رينج تقريبا من 10 ل 100 متر، وديزاين ده برضو وفقا للاي تريبل اي 802.15.4 ستاندرد. برضو عندي البي ال اي ده بيختلف عن البلوتوث العادي ان هو كونسيومليس باور. عندي الار بي ال ده ديزايند فور الاي تي ديفايسز اللي هي عندها ليميتد باور. السكس لو بان ده بي انيبل ترانسميشن اوف اي بي فيرجن 6 باكيتس. الكو اب او الكونسترينت ابلكيشن بروتوكول ده شبيه لل HTTP وبس سبيشال لل IoT.
ال importance عندي ال interoperability، حتة إن أنا بوفر كومن لانجوج زي ما قلت ما بين ال devices حتى لو من صناعات مختلفة. ال efficiency بيزود لي ال efficiency بتاعتي وبيخلي لي برضه بيضمن لي ال security بتاعت السيستم. شكرا. السلام عليكم، انا عمر عبد العزيز محمد، هتكلم عن الليتنسي والريلابيليتي عندنا في الاي او تي سيستم. اول حاجه الليتنسي، الليتنسي هي التايم ديلي بين الداتا جنريشن والداتا بروسيسنج، والداتا بروسيسنج زي مثلا الترانسميشن الفلترنج والاناليسيس، فدي طبعا بتخلق عندنا بروسيسنج ديليز اللي هي بتعمل ليتنسي عندنا في الريال تايم ابلكيشنز. وفي عندنا كريتيكال ابلكيشنز زي الاوتوموتيف اند ابلكيشنز او الهيلث كير مونيتورنج ما ينفعش يكون فيها اي ليتنسي. تاني حاجة عندنا ايه هي تأثير الليتنسي على الريلابيليتي في الاي او تي سيستم. الريلابيليتي او الاعتمادية هي بتكون مقياس البرفورمانس عندنا او الافيشنسي بتاعة السيستم بتاعنا. فطبعا كل ما يكون لما يزيد الليتنسي عندنا بتقل الريليابيليتي، لان الليتنسي بتاثر على الداتا اكيورسي والريال تايم ريسبونسيفنس والاسكيبيليتي. فاحنا طبعا هنحاول نتكلم عن الاستراتيجيز اللي تقلل الليتنسي وتحسن الريليابيليتي عندنا في الاي او تي سيستم. الفاكتورز اللي بتؤدي بقى للليتنسي عندنا، اول حاجه النتورك كونجستشن او النتورك ترافيك، وان كل ما يكون فيه ديفايسز اكتر في المتصله بالنتورك بتاعنا بيكون فيه ليتنسي اعلى. تاني حاجة البروسيسنج ديليز اللي بتحصل في الفلترنج والترانسميشن والاناليسيس او الداتا بروسيسنج عامة، دي بتأدي برضه لللاتنسي. وتالت حاجة الكوميونيكيشن بروتوكول، وده احنا طبعا لما نستخدم كوميونيكيشن بروتوكول كويس هنقلل اللاتنسي عندنا، ولما نستخدم كوميونيكيشن بروتوكول مش كويس هنلاقي اللاتنسي عندنا بتزيد. رابع حاجة الداتا الديفايس ريسورسز ليميتيشنز، دي طبعا بتختلف من ديفايس للتاني على حسب قوة البروسيسور. بعد كده هنتكلم ان على حلول الليتنسي عندنا في الاي او تي سيستم. اول حاجه لازم نعمل ميجرمنت للبارامترز بتاعه الليتنسي زي الراوند تريب تايم، ودي اللي بتتكون من البروبيجيشن ديلي والترانسميشن ديلي والبروسيسنج ديلي. ايه بقى الاستراتيجيز اللي بتعمل عندنا ريدكشن الليتنسي؟ اول حاجه الايدج كومبيوتنج، ودي ان انت تعمل جاثرنج للداتا دي عند الايدج اوف ذا نتورك، بحيث ان انت مثلا ما تعملش بروسيسنج فالداتا تعمل لها بروسيسنج هناك، يعني بدل ما انت تعمل لها بروسيسنج عند داتا سنتر بعيده فتعمل ليتنسي عندك. تاني حاجه ان احنا نستخدم كوميونيكيشن بروتوكول سريع، فبالتالي اكيد هيقلل الليتنسي عندنا. وتالت حاجه ان احنا نعمل اوتوماتيك مونيتورنج اوبتمايزنج على حسب البارامترز، فانت بتعمل ميجرمنت للبارامترز دايما وبتعمل اوبتمايز للسيستم عندك على حساب البارامترز دي. الريليابيليتي عندنا ازاي نعمل امبروفمنت ليها؟ اول حاجه ان احنا نستخدم نتورك اركتكتشر قوي بحيث ان احنا نحسن النتورك كونكتيفيتي ونقلل السيجنال انترفيرنس. تاني حاجه ان احنا نسلم كواليتي اوف سيرفيس، ودي طبعا اللي بتدي البريوريتي للكريتيكال ابلكيشنز عندنا، فبتحاول تقلل الليتنسي وتزود الريليابيليتي فيها. وتالت حاجه ان احنا نعمل سكيورتي عندنا امبلمنتيشن، لان الاي او تي سيستمز فيها مشاكل كتيره في السكيورتي. ورابع حاجة إن إحنا نسلم الكمبيوتنج إيدج طبعا عشان نقلل الليتنسي. وخامس حاجة إن أنت تعمل دايناميك سكيبيليتي، فإن أنت تعمل هي بتعمل أدجاست للريسورسز وكمبيوتنج باور على حسب الديفايسز الموجودة عندنا متصلة بالسيستم. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله، أنا اسمي عمرو عصام، ودلوقتي هتكلم عن البرايفسي في الأي أو تي. محتاجين الأول قبل ما نخش في الموضوع إننا نربط بين فكرتين. اول فكره وهي الاي او تي، وهي باختصار عباره عن كونكتد ديفايس طول الوقت بتجمع داتا، واتطورت الفتره الاخرانيه بسبب دخول تكنولوجيز زي المينيمايزيشن، وبسبب ان السنسورز والكومبوننت بتاعتها اصبحت ارخص فزادت وانتشرت. تاني نقطه وهي البرايفسي، وهي باختصار عبارة عن حق الأفراد أو الأشخاص في إن هم يحافظوا على معلوماتهم الشخصية أو الأكتيفيتيز اللي بيقوموا بيها بعيدا عن الناس. والفكرة دي مهددة دلوقتي بسبب التطور التكنولوجي، فمثلا بيونج شول هاند في كتابه مجتمع الشفافية بيناقش الأثر السلبي للتكنولوجيا على الفن واللغة والعلاقات الاجتماعية، وبالتالي أثرت سلبا وسلبت الناس مساحات كتير شخصية كانوا محافظين عليها. تالت حاجة وهي التشالنجز اللي بتواجهنا في البرايفسي اي او تي،
واول حاجه هي الداتا كولكشن والستورج، وهي فكره ان احنا على طول ان الديفايسز دي بتجمع داتا بدون درايه من حد، والستورج بان احنا دايما بنجمعها دايما في مكان واحد، فده طبعا خطر لو الداتا ديت حصل لها اي مشكله. تاني نقطه هي الايدنتيفيكيشن والتراكينج، ده طبعا بسبب ان الداتا ديت بتتجمع دايما في اماكن حساسه زي البيوت، فهي دايما عارفه عنك معلومات شخصيه كتيره، زي مثلا مين اللي بيجي ومين اللي بيروح وانت بتيجي امتى وبتمشي امتى، فدي طبعا معلومات خطيره. واليوزر كونسنت والكنترول، بسبب ان احنا دايما او احنا اغلبنا لما نيجي مثلا نتعامل مع تكنولوجيز احنا ما بنقراش الكتالوج، او مثلا لما نيجي نسيت اب حاجه بندوس نيكست نيكست فينش، فالشركات حتى كمان مش مهتمه انها توعي المستخدم بايه اللي بيحصل حواليه. ورابع نقطه هي السكيورتي كونسيرنز، وهي فكره ان دايما الاجهزه ديت بنقول انها سيمبل، فما فيش اي بروسيسنج ابيليتي انها تكسكيود كومبلكس يعني سكيورتي الجوريزم، فده طبعا مسبب خطر وازمه على الاجهزه ديت. رابع حاجه السوليوشنز اللي احنا ممكن نعملها عشان نواجه المشاكل ديت، اول حاجه البرايفسي باي ديزاين، وهي ان احنا نحسن من الديزاين بتاع الاجهزه ديت بحيث انها تدي كنترول اكتر لليوزر، بحيث انه يبقى عارف ايه اللي بيعمله ايه اللي مش بيعمله. وتاني نقطه الاورنس، ان احنا نوعي الناس ونعرفهم اهميه البرايفسي ونوعيهم بخطر ان هم يهملوا حاجه زي كده. تالت حاجه المينيمايزيشن، وان هي ان احنا نقلل قدر الامكان الداتا اللي بتتجمع من الديفايسز ديت. ورابع حاجة هي إن إحنا نزود الحماية وتشفير الداتا اللي بتتجمع واللي بتتنقل. وخامس حاجة وآخر حاجة، وهي إن إحنا نعمل قوانين، نساهم في عمل قوانين تحمي المستهلك وتحفظ حقه في المعرفة، زي منهم مثلا General Data Protection Regulation، ودي بتتنافس في الاتحاد الأوروبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمرو حسام السيد الشيخ، هتكلم النهاردة عن السكيلابيليتي في الـ IoT. ايه هي الاي او تي؟ اولا هي انترنت اوف ثينجز، هي كونسبت بيحول اشياء عاديه الى اشياء متصله بالانترنت، بتخليها تبعت وتستقبل داتا وفيها فانكشناليتي اكتر. السكالابيلتي في الاي او تي ممكن نعرفها انها قدره النتورك انها تتحمل عدد اجهزه اكتر. فالاي او تي سيستم يعتبر سكيلابل لو بيقدر يتحمل عدد أجهزة كبير والبرفورمانس بتاعته ما بتقلش. السكالابيلتي مهمة للآي أو تي لأنها بتستحمل أجهزة عددها كبير أو أنواعها مختلفة جدا، والأجهزة دي ممكن تبعت داتا كميتها كبيرة، والحاجات دي كلها بتحصل في الريل تايم، يعني ما ينفعش نعملها بروسيسنج بعدين، ولازم الحاجات دي تبقى مستوية وموجودة طول الوقت لأنها حاجات استخدام يومي للمستخدم. وبرضه ما ينفعش الأجهزة دي تطلع الداتا بتاعت المستخدم بره، ده المفروض بيانات خاصة. بعض التشالنجز اللي بتواجه السكالابيلتي في الاي او تي هي ان كل ما عدد الاجهزة في الاي او تي بيزيد كمية الداتا بتزيد، فبنحتاج داتا مانجمنت اكتر. وبرضه نتورك كاباسيتي، بتحتاج نتورك كاباسيتي اعلى عشان تتحمل الداتا اكتر، والمانجمنت بتاعت الديفايسز علشان تتواصل فيما بينها وتحقق الهدف المطلوب. Security and Privacy من أهم الحاجات في الـ IoT علشان ما تطلعش بيانات المستخدم بره ويستخدم في غرض malicious. برضو الـ Technical Complexity بتاعت الـ System ممكن تبقى مشكلة لو ما تعملوش ديزاين من البداية بشكل صحيح. لازم يكون الـ System immune للـ Interference، يعني ما ينفعش الـ Frequency بتاعت الـ System يتعرض مع أي wireless device تاني. وبعض السوليوشنز لمشاكل السكالابيلتي بتاعت الاي او تي ممكن تتضمن الاوتوميتد بوت سترابنج، ان تجهيز السيستم من اوله لاخره بيبقى اوتوميتد، فما بيبقاش فيه روم فور ايرور وما بيبقاش فيه مشاكل. وبرده ممكن بيتا كنترول اوفر اي او تي داتا بايب لاين، انه يكون السكيلينج على 3 اكسس، يكون التحكم في السكيلينج ده بشكل عام. وبرده الاركيتكتشر بتاع المايكرو سيرفيس المفروض يكون ريلايبل علشان ما يوقعش السيستم في اي وقت. واستخدم برضو انواع داتا ستورج مختلفه علشان نقلل الاعتماد على ان ريلايبل داتا ستورج، نستخدم نقسم الداتا على كذا ستورج. وبرضو ممكن نستخدم ماشين ليرنينج الجوريزمز عشان
نترجم البيانات اللي بتيجي من السنسورز ومن الأجهزة لحاجات نقدر نتعامل معاها. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي نوح حمدي محمد عبد الجواد. هتكلم في البحث بتاعي عن الـ Energy Efficiency in the IoT Networks. هركز في البحث بتاعي على عنوان كيفية تعزيز الطاقة in the IoT Networks. أما بالنسبة للأبستراكت، زي ما احنا عارفين نتيجة انتشار استخدام أجهزة الـ IoT Networks أدى ذلك إلى الحاجة الملحة لتعزيز كفاءة الطاقة in the IoT Networks. ويوضح هذا التقرير الجهود البحثية المكرسة لتحسين استهلاك الطاقة شبكات الـ IoT. ويستكشف بقى هذا التقرير استراتيجيات متعددة زي Low Power Hardware, Energy Efficiency Communication Protocols, Streamlined Data Management and Dynamic Power Management. الهدف من كل ده اللي احنا نعمل تمديد تشغيل الأجهزة وتقليل التكاليف التشغيلية وتخفيف التأثير البيئي. Introduction. تعتبر الـ IoT Networks أحد أهم الابتكارات التكنولوجية in our era. ومع تزايد اعتماد هذه الشبكات يصبح تحسين كفاءة استهلاك الطاقة ضروريا لتحقيق استمادة هذا النوع من التكنولوجيا. وسيز ريسيرش أمانس تو إكسبلور أند أناليزيس فيرجن ميثود تو أشيس إنرجي إفشنسي إن الـ IoT نتوركس. بمعنى إن إحنا هذا البحث يهدف لاكتشاف وتحليل أكتر من طريقة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. أساليب بقى تعزيز كفاءة الطاقة. أول حاجة اللي هو Power Hardware and Sensing Technology. ده تم دراسة الأجهزة وتقنيات الاستشعار ذات الطاقة المنخفضة وتطوير تصميمات فعالة واكتشاف تقنيات جمع الطاقة زي الطاقة الشمسية والطاقة الحركية السولار أند الكاينتيك. تحسين بقى تصميم أجهزة الإنترنت الذكية ده باعتماد أساليب توفير الطاقة زي الـ LPWAN Low Power Area Networks. دوت الهدف منه تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق اتصالات على مسافات طويلة. وزي ما قلنا الـ LPWAN ده تكنيكس بيعمل Enable Long Range اتصال with low power consumption. ده كل الهدف منه improving the energy efficiency of devices. تاني تكنيكس energy efficiency communication protocols. ده تم تحليل بروتوكولات الاتصال وتطوير بروتوكولات اتصال خفيفة زي ال MQTT, COAP, LoRa, WAN. كل الهدف من ده اللي احنا نعمل تطوير بروتوكولات اتصال خفيفة وفعالة من حيث الطاقة, وده أدى لتقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على كفاءة نقل البيانات. تالت حاجة الـ Smart Energy Management AI Based Consumption Analysis. كل الهدف منها تطوير أنظمة استدلال AI لتحليل أنماط الطاقة وتحديد أوقات تشغيل الجهاز الفعال. رابع حاجة Dynamic Power Management, تصميم استراتيجيات قابلة للتكيف مثل أنماط بقى النوم الديناميكية وتدوير الطاقة لتحديد أقصى قدر ممكن من كفاءة الطاقة. خامس حاجة Real World in IoT Application, تقييم كفاءة استخدام الطاقة في تطبيقات زي الزراعة والمدن الذكية من خلال دراسات حالة متعمقة. سادس حاجة بقى الاستكسابيلتي اند تريد اوف, ازاي لما اطور في نفس الوقت المقيدات اللي هتقف في طريقي. سابع حاجة السستينابيلتي اند الانفايرمنت امباكت, الاستدامة والتأثر البيئي في الاستدامة وفي نفس الوقت التأثر البيئي في كده. ودي اخر حاجة هتكلم عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر محمد سيد عبد الرازق. هنتكلم عن الـ IoT Data Management Techniques. عشان أعرف أعمل مانجمنت للداتا بتاعتي, الموضوع ده بيمر بستيبس معينة من داتا ستورنج, إزاي أقدر أعمل ستورج للداتا دي وإيه التولز اللي أنا هستخدمها في العملية دي, وداتا أناليتكس, ثم في الأخير داتا فيجواليزيشن. هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. في البداية أنا اديت نبذة عن إيه هي الـ IoT Devices وقد إيه هي مهمة وحوالينا في كل مكان, في البيت وفي المستشفى وفي الجامعة وهكذا. كل ديفايس بيكون ليه جوب معينة, وعلى حسب طبيعة الجوب دي بيكون النيتشر اوف داتا. مثلا يعني في زي GPS بيرجع لي اللوكيشن بتاعي, فالداتا بتاعته بتكون كونسيرن باللاتيتيود واللونجيتيود والاتيتيود وهكذا. في ديفايسز تانية بتكون كونسيرن بالسيفتي زي السموك ديتكتورز. داتا في ديفايسز تانية بتكونسيرن بالهيوميديتي والتمبريتشر, فالداتا بتاعتها يعني بتكون ليها علاقة بدرجات الحرارة والرطوبة وهكذا, زي مثلا تكييف ريفريجريتور. في برضو ديفايسز بتكونسيرن بالستريمز والساوندز والايمجز والاوديوز وهكذا. فكلهم مهمين, يعني هم كومن في ان هم كل مهمين, بس كل ديفايس بيكون لي يونيك نيتشر اوف داتا. تمام. على حسب, طالما في فرايتي في الداتا وفي في النيتشر بتاعتها, فهيكون برضو في فرايتي في التولز اللي انا هستخدمها. يعني في تولز بتكون يعني مور يوسفول مثلا في التيبلز اللي انا اقدر اتعامل فيها, اللي هو الاستراكشرد او الاورجنايزد داتا, دي بستخدم لها ماي اس كيو ال.
ممكن لو رو داتا بستخدم لها تول تانية خالص، حاجة كونسيرن بالاوديوز والفيديوز بستخدم لها تولز تالتة. طبعا مش هنتكلم على التولز كلها يعني الوقت مش هيسعنا. ثم بعد ما اعمل ستورنج للداتا واعمل لها اورجانيزنج وستراكتشرد، يعني مثلا زي ما بتشوف داتا اللي هي على كاجل مثلا، بيكون دي داتا معمولها اورجانيز، يعني هي بتكون رو داتا الاول، بتكون يعني فيها فيتشرز مش مهمه وكتير. بعد ما اعملها اورجانيز ببتدي يجي دور بقى الداتا اناليتكس، يعني ازاي باستخدام مثلا باست داتا او داتا قديمه اقدر اعمل بريدكشن للفيوتشر داتا مثلا باستخدام داتا قديمه. انا عندي دلوقتي داتا قديمه، ممكن باستخدام الداتا دي اقدر اعمل بريدكشن للفيوتشر. تمام. طبعا هنا بستخدم تكنيكس زي الماشين ليرنينج والاي اي الجوريزمز. في الاخير يجي دور الاي او تي داتا فيجواليزيشن. بعد ما عملنا كل الخطوات دي، انا عاوز يعني دلوقتي اقدر اقرا الداتا بتاعتي، او يعني يكون حاجه ليها مينينج. تمام. باستخدام طبعا التابلو والباور بي اي، الحاجات دي بتعمل لي مثلا داشبوردز، يعني بتساعدني ان انا اقدر افهم او يعني واقرا دلوقتي اليوزر يقدر يقرا الداتا دي، وطبعا بتساعده في الديسيشن ميكنج والاوبتمايزيشن، وبتجيب يعني بيتر اندرستاندنج للداتا. تمام. لما اقراها طبعا بقدر ساعتها اخد قرارات، مثلا زي ما موجود هنا في الصوره. يعني انا مثلا دلوقتي راكب العربيه، فاللي هو اعداد السرعه دلوقتي منه اقدر اقرا، يعني بقرا السرعه بتاعتي، بعرف دلوقتي المفروض اهدي، يعني ازود اكسلريت ايا كان. وبس كده، شكرا.